كما قلت لكم اخوتي باش نكمل على الفيديو، كنشوف ناس مساكن في الموقف، يعني جالسين كيتسناو الخدمه، والخدمه فينا هي الناس اللي خدامين بكتافهم، الناس اللي خدامين في البنين، الناس مساكن اللي كيطال معاشهم، الناس اللي كيتقاتلوا مع الزمان. راه حنا كنا كنتقاتلوا مع الزمان، راه حنا كنا وليدات الشعب، راه حنا كنا كنجيبوهم من فم السبع، راه حنا ما كنلقاوهاش واجده. راه ماشي فقنا نعسنا لقينا الساس صحيح طالع، يعني صافي ما كنخموش، لا حنا راه لقيناه من ديبار ما كاين لا ساس لا والو. حنا راه كنتقاتلوا واش خلى واحد لاصقين ومقاتلين مع الزمان وما كنرضاوش ونفس وبزاف د الحوايج، ولكن الدوله خاصها ضروري يعني تاخذ بعين الاعتبار ان المواطن الا مسكين مازال شاد والا مازال واقف والا مازال مزير براسه وواقف ومسكين يعني مقاتل، راعي اللي غلب يعف، اللي غلب يعف. راعي ولينا شويه، راعي ولينا الله يرحم بها الوالدين، راعي ولينا. راكم عارفين بلادنا في دمنا، راكم عارفين حنا كنبغوا بلادنا، حنا ماشي راه المغرب، هذا راه مغربنا، راه كنموتوا عليه، راه نفديوه بروحنا. عارفين كنبغوا مالكنا، عارفين ولكن تكيسوا علينا، كيسوا علينا. حبونا في البلاد، ما تكرهوناش الله يرحم بها الوالدين، ما تكرهوناش، راه حنا كرهنا. راه وليت انا تنهضر على راسي، وهاد الشيء كنعيشو انا، راه كيعيشو بزاف ديال الناس، وكاينين الناس اللي كفس مني انا، وكاينين الناس اللي تحت 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 من اللي تحت مني انا. راه 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 را يعني راه حنا في واحد الازمه، راه لا اله الا الله، راه ولا الصالير ما كيقدش، راه وليتي كتمشي يلاه غادي كتقاتل مع الزمان. كاين شي حوايج اللي ولينا كنشوفوهم وكنديروا راسنا ما شفناهمش باش ما نمشوش نجيبوهم، لحقاش ما غاديش يكفانا، ما غاديش يكفانا الفلوس اللي غنمشيو نجيبو بها هذاك الشيء. غنفكروا راه كاينه واحد الحاجه اللي خصانا ضروريه وراها غاليه، راه ما يمكنش لينا كما كان زمان. الحمد لله كان الوقت زوينه، كان بنادم خدام ومروج، والبياع والشراء فرحان، والموظف فرحان، وكلشي فرحان، والقضيه قاده ومصايبه، وكلشي فرحان وكلشي ناشط. دابا راه القضيه تزيرت اخوتي، راه القضيه تزيرت، راه المنتخب في دمنا. ايه رحنا مغاربه، وعاش الوطن، وعاش الملك، وملكنا تاجنا فوق راسنا، ما كاينش شي واحد اللي غيحيد لينا هذه القضيه. ولكن الله يجازيكم بخير المسؤولين، المسؤولين تكيسوا على هاد الشعب الدار مسكين، هاد الشعب اللي راه حنا صابرين، راه الصبر ليه حدود، والله حتى ليه حدود. اش كيسوا علينا، اش كيسوا علينا، الله يرحم الله يرحم بها الوالدين.